عمر شريف اخصائي قلب مستشفى وادي النيل. برحب بكم النهارده في افتتاح مركز القلب الرياضي. عايز اسال حضرتك بقى بخصوص الافتتاح، ايه هي اهميه مركز القلب الرياضي في مستشفى وادي النيل؟ مركز القلب الرياضي في مستشفى وادي النيل هو اول مركز من نوعه في افريقيا ومصر. هو بيقدم خدمه الطب الرياضي في مصر، ودي برانش جديد في مصر بيتكلم عن الطب الرياضي، وهو باختصار ان احنا بنعمل فحص لاي رياضي بيشارك في اي رياضه تنافسيه، سواء يعني في منتخب او غير منتخب، بس اي رياضه المفروض ان هو يعمل فحص شامل عشان يتاكد من سلامه عضله القلب بتاعته قبل ما يمارس الرياضه، لان بيحصل احيانا لا قدر الله بعض المضاعفات او الوفيات الغير مرغوبه بسبب ان الناس بيكون عندها مشاكل غير معروفه في عضله القلب او مشاكل وراثيه ما بتظهرش غير مع ممارسه الرياضات التنافسيه. فالكلام ده ممكن نتجنبه ان احنا نعمل فحص شامل بيشمل ان احنا نعمل ستريس اس جي او اشعه ايكو على القلب بتوضح المشاكل دي عشان نقدر نتلافاها ما يحصلش اي مضاعفات لا قدر الله. المفروض ان اي حد او اي ام او اي اب ابنه بيمارس اي رياضه تنافسيه او بيشارك بيها المفروض ان هو بيعمل فحص شامل، سواء في يعني بيشمل بعض الفحوصات القلبيه علشان نتاكد ان مفيش اي مشاكل بالنسبه له في عضله القلب تمنعه من ممارسه الرياضه، علشان ما تبقاش الرياضه اللي هي المفروض حاجه احنا بنحبها تبقى تمثل مشكله او تعمل صدمه للعائله يعني لا قدر الله. اوكي، ايه راي حضرتك في التعاون مع جامعه جون موريس اللي في ليفربول واضافتها لخبرات المصريه الموجوده في مستشفى وادي النيل؟ جامعه جون موريس هم جامعه مشهوره على مستوى العالم تقدم خدمات رياضيه، وهي مسؤوله عن متابعه فريق ليفربول اللي بيمثله لاعبنا محمد صلاح. الناس عندها خبره كبيره وهم اصلا عندهم خبره في الطب الرياضي، احنا في مصر ممكن نكون مش متوفره عندنا او جديده بالنسبه لنا، فهم هنا في المركز عندنا بيشرفوا علينا وبيشاركونا في اجراء بعض الفحوصات للرياضيين المشاركين في الرياضات دي، وهم بالمستوى اضافه كبيره لان ده برانش جديد في مصر احنا ما اشتغلناش فيه قبل كده بقدر المطلوب. وبرضه احنا عندنا برضه المنتخبات بتاعتنا والمنتخبات العربيه دي تبقى فرصه ليها ان هي تيجي عندنا وتستفيد من خبره جامعه جون موريس في مستشفى وادي النيل. ميرسي لحضرتك، شكرا.